الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده يوم الاثنين 9 يونيو 2014 العاشره صباحا بتوقيت القاهره. يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. فقرتنا النهارده متعدده، هنبتديها زي كل يوم بفقرتنا الصحفيه اليوميه واهم الاخبار التي تصدرت الصحف المصريه لهذا اليوم. بعد كده هنروح لمجموعه من التقارير وما يحدث في الشارع المصري. الجزء الأول من فقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة أحوال الناس، هنتكلم فيه عن مشكلة اختفاء أنواع كتير من الأدوية، وصلوا لحوالي 1700 نوع، والبدائل للأدوية دي موجودة وموجودة بأسعار شكلها إيه. كل ده هنتكلم فيه بالتفاصيل في الجزء الأول من فقرة أحوال الناس. أما الجزء الثاني فهنتكلم فيه عن حجم الإنفاق اللي بينفقه المصريين على الاتصالات وخدمات التليفونات. وطبعا نهاية زي كل يوم اثنين هتكون فقرتنا الأخيرة هي الفقرة الطبية الأسبوعية. مشاهدينا مرة تانية بقول لكم صباح الخير، ابقوا معنا بعد الفاصل. بقول لكم صباح الخير مشاهدينا، وهذه فقرتنا الإخبارية لهذه الحلقة نبدأها بجريدة المصري اليوم. السيسي أنا للشعب حصد ثمار ثورتين بعمل بعيدا عن الفوضى. قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أنا لشعبنا أن ينال حصد ثورتين عظيمتين لم يدخر نفسه فيها من أجل أماله وتطلعاته المشروعة. وأضاف السيسي خلال مراسم الاحتفال بتنصيبه رئيسا للجمهورية في قصر الاتحادية أمس الأحد، نجاح الثورات يكمن في قدرتها على أن تكون فعالة وبناءة في واقع جديد وبالعمل الدؤوب وبعيدا عن الفوضى. وأشار إلى أنه سيتواصل مع القوى السياسية من خلال مسيرة وطنية بحيث يكون الاختلاف من أجل الوطن وليس على الوطن.
ننتقل إلى جريدة الوفد. التعاون الخليجي يعرب عن تهاني للسيسي. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تولي مهام رئاسة جمهورية مصر العربية، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه إلى تحمل هذه المسؤولية التي وصفها بالجسيمة، وأن يمده بعونه وتأييده لتحقيق تطلعات الشعب المصري الكريم. جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون خلال مشاركات أمس بحضور قادة وزعماء وممثلي العديد من دول العالم وعدد من قادة الدول العربية والإفريقية والوفود الرسمية العربية والدولية في حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، والذي جرى في قصر الاتحادية بالقاهرة. وإلى جريدة اليوم السابع، وزير الري حظر زراعة الأرز في وسط وجنوب الدلتا والوجه القبلي. أكد دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أنه تم تحديد المساحة التي سيتم زراعتها بمحصول الأرز والمقررة بمليون وستة وسبعون ألف فدان. وأشار وزير الري في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن محافظات وسط وجنوب الدلتا والوجه القبلي بالكامل محظور زراعة الأرز بها تماما، وكذلك الإسماعيلية والقليوبية وشمال سيناء بالإضافة إلى الفيوم، بينما يزرع في المحافظات القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية والشرقية لضمان وجود أكبر ضغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر وحماية الدلتا من التملح. للتعليق على هذا الخبر معنا هاتفيا دكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا سيدة. صباح الخير، أهلا بك يا دكتور. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك العائد من هذا القرار، كيف سيؤثر هذا القرار على زراعة الأرز فيما بعد؟ تفضل يا فندم. هو هينظم زراعة الأرز، يعني لأن طبعا التوسع فيه الأرز محصول شرح المية، وبالتالي عندما تزيد المساحة عن حد معين بتؤدي إلى عجز مائي ممكن نعاني منه بأشكال مختلفة، سواء في مية الشرب أو في محاصيل أخرى تحتاج للري. فبالتالي المساحة الحد الأدنى اللي ممكن يحقق الاكتفاء الذاتي بالأرز للمصريين كلنا اللي هو المليون فدان وستة وسبعين ألف. وأيضا يحقق شيء مهم جدا كفني، إن احنا أحمي الدلتا من المية المالحة تظهر علينا. احنا محددين مساحات المزروعه هي في المحافظات الشماليه لهذا السبب، ان هي تحقق الحمايه للدلتا وفي نفس الوقت توفر لنا محصول ارز اللي احنا عايزين نزرعه. تمام، حضرتك شايف ان ده حل نهائي ولا في حلول اخرى هتقدموها ان شاء الله في الفتره اللي جايه؟ لا، احنا بنتمنى بقى ان يحصل التزام بهذه المساحه، يعني التزام احنا بنوضح عن طريق حضرتك عن طريق قناه هذا في صالح المصري، صالح المصريين على المدى البعيد، لكن لان المساحه اللي بتتوسع فيها اكثر من المساحه المقرره تؤدي الى مشاكل في الري، وبالتالي عجز مائي ونعاني من صعوبات، فاحنا بنوضح للناس ان هذا ايه السبب عشان ما يتصوروش ان احنا بنعمل ده كنوع من انواع الاجبار او نوع من انواع تسلط الري، لا اخر، احنا بنقول ان هذه هي المصلحه العامه ليكم، فلو سمحتوا ساعدونا ان احنا نطبق هذا القانون. تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. صباح لحضرتك مرة تانية. نعود إلى استكمال أخبارنا مشاهدينا، ومن جريدة المصري اليوم: الحكومة تجتمع اليوم لتقديم استقالتها للسيسي. قال مسؤول بمجلس الوزراء أمس الأحد أن الحكومة ستعقد اجتماعا صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء لقراءة بيان الاستقالة، وعقب ذلك سيتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقصر الاتحادية لتقديم الاستقالة للسيد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الحكومة ستنتظر قرار الرئيس سواء بقبول الاستقالة أو تصريف الأعمال أو إعادة تكليفها مرة أخرى. وقال المهندس إبراهيم محلب في تصريحات الأسبوع الماضي أن الحكومة ما ستتقدم باستقالتها بعد أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، معربا عن سعادته بإنجاز هذه المرحلة من خارطة الطريق ومشاركته شخصيا وحكومته في تحقيق هذا الإنجاز. وإلى جريدة اليوم السابع، أحمد بهجت يطالب الرئيس بإلغاء الدعم عن الأغنياء لصالح الفقراء. طالب دكتور أحمد بهجت مالك قنوات دريم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بترشيد الدعم للإصلاح الاقتصادي كبداية لإلغائه. واعتبر بهجت في تصريحات لجريدة اليوم السابع أن إلغاء الدعم سيستغرق حوالي عامين حتى نصل لمرحلة قيام الأغنياء بدفع نصيبهم من الدعم ليصل بالفعل إلى الفقراء. وأشار إلى أن الدولة تنفق حوالي 300 مليار جنيه مصري على الدعم، ورغم ضخامة هذا الرقم إلا أنه لا يصل إلى مستحقيه، فالأغنياء يحصلون على الدعم أكثر من الفقراء.
وإلى جريدة الأهرام، ولي العهد السعودي سنظل إلى جانب مصر الشقيقة في الشدة والرخاء. أكد نائب العاهل السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز السعود أن المملكة ستبقى حكومة وشعبا تقف جنبا إلى جنب مع مصر الشقيقة في الشدة والرخاء. ونقلت وكالة أنباء السعودية واسع عن الأمير سلمان القول في تصريح صحفي لدى وصوله إلى القاهرة أمس الأحد: يسرني أن أعبر عن السعادة البالغة بهذه المناسبة التي تمثل نقطة تحول عظيمة لمصر نحو الأمن والاستقرار والسير في الطريق التنمية المستدامة. وإلى جريدة التحرير: التعليم 90% من الحرب الإلكترونية ليس هدفها الغش، ولن نحول اللجان لثكنة عسكرية. أكد محسن عبد العزيز مدير مركز التطور التكنولوجي أن هناك حربا إلكترونية ممنهجة ضد وزارة التربية والتعليم لإحداث نوع من البلبلة ضد الوزارة وامتحانات الثانوية العامة، قائلا: في نوع من الشوشرة، بالأمس خرج أكثر من 10 أسئلة ولم تكن الورقة الامتحانية الحقيقية، وإنما هي نماذج امتحانات وهمية وسابقة. وأشار عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي أمس بالوزارة إلى أن 90% من هذه الحرب الإلكترونية لا تهدف إلى الغش وإنما إلى أثارة البلبلة، مستنكرا أن تتحول اللجان الامتحانية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية والموظفون الإداريون إلى شرطة، رافضا الأفكار الخاصة بالتفتيش الذاتي للطلاب وتعطيلهم قبل الامتحانات. مشاهدينا، بهذا الخبر انتهت فقرتنا الإخبارية لهذه الحلقة. مرة ثانية بقول لكم صباح الخير، ابقوا معنا بعد الفاصل.